طيب يا شيخ، إضافة لهذا السؤال، القراءة من الجوال هل يحتاج إلى وضوء؟ لا يحتاج إلى وضوء، لأن الجوال ليس مصحفا ولا يأخذ أحكام المصحف، فهو مثل القراءة عن ظهر قلب، تجوز لمن عليه حدث أصغر. أما من عليه حدث أكبر فلا يقرأ القرآن لا من الجوال ولا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل. نعم.